بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطهارة اللي هي مقدمة الصلاة لغة النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية. يعني إيه؟ راجل في إيده نجاسة أهي أنا شايفها، فلما يطهر يغسلها، دي الطهارة اسمها إيه؟ حسية، أنا شايفها. طيب الطهارة المعنوية أنا مش شايفها، فالإمام الغزالي قال لي دي حاجة في القلب، عايز الإنسان ينظف قلبه. طب هينظف قلبه إزاي؟ في حسد، أدي نجاسة في القلب، في كبر، أدي نجاسة في القلب، في عجب، فرحان بنفسه، أدي نجاسة في القلب، في استعلاء على الخلق، أدي نجاسة في القلب. طب دي أطهرها بإيه؟ بالتوبة النصوح. لكن النجاسة اللي في الإيد الحسية بطهرها بالماء، بطهرها هي يا سيدنا. طيب تعالوا بقى نتكلم مع بعض. شرعا الطهارة فيه طهارة شرعا؟ أيوة سيدي. إيه هي؟ رفع الحدث وإزالة ها النجس. أنا مش متوضي، اتوضيت بقيت طاهر، إيدي فيها نجاسة غسلتها بقيت طاهر، فقالوا الطهارة هي فعل ما يستباح أو تستباح به الصلاة، عشان ينفع أصلي لازم أطهر. أدي معنى كلمة إيه؟ طهارة، فعل ما تستباح به إيه؟ الصلاة. رجل نام واحتلم لازم يستحم وإلا مش هيعرف يصلي. رجل إيده فيها نجاسة بول مش هيعرف يصلي إلا لما إيه؟ يتطهر منها. الطهارة ليها دروس كبيرة اسمها المقاصد. إيه اللي أنا عايز أتعلمه في الطهارة؟ عاوز أتعلم الوضوء، وعاوز أتعلم الغسل، وعايز أتعلم التيمم، وعايز أتعلم إزالة النجاسة. كده كم مقصد؟ أربعة. إذن يا سيدنا مقاصد الطهارة كام؟ أربعة، اللي أنا بذكرهم فين؟ في باب الطهارة. طيب أنا عايز أتوضى، عايز أغتسل، عايز أعمل أي حاجة طيبة في الطهارة، إيه الأدوات؟ واحد، الماء وهو الأصل. الماء وهو يا سيدنا الأصل. اثنين، التراب وهو البدل اللي هو التيمم. طيب الاستنجاء بالأحجار ثم بالماء، أو بالأحجار فقط أو بالماء فقط، اسمه استجمار. أربعة، دبغ الجلود يسمى الدباغ. إذن وسائل الطهارة كام؟ أربعة. واحد، الماء وهو الأصل. اثنين، التراب وهو البدل، فإذا لم نجد ماء يبقى التراب. ثلاثة، ها أحجار الاستجمار. أربعة، الدباغ. طيب تعالوا نتكلم عن أول حاجة في المقاصد وهو الماء. العلماء جمعوا جميع المياه الموجودة على الأرض فلقوها سبع أنواع ملهمش تامن. السبع أنواع دول إما أن تأتي من السماء أو ناخدها من الأرض، لكن أصل الماء على وجه الخليقة ما هو إلا سحابة خرجت من تحت عرش الرحمن فعبت الأرض مية. يبقى أصل الماء إيه يا سيدنا؟ سحابة خرجت من تحت إيه؟ عرش الرحمن. ده عند أهل السنة، وده ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الأول. المياه، قال لي يا سيدي ماء البحر اللي هو المالح، ماء النهر العذب، ماء العين، الأرض طلعت مية لوحدها إحنا ما حفرناش، ماء البئر إحنا حفرنا
فقعدنا نحفر نحفر او حطينا ترومبة ماسورة كده تنزل للارض وطلعت لنا مية. يبقى الارض اخرجت ماء بدون مجهود مننا اسمها ماء العين، تلاقيها كده عين تطلع لوحدها كده. اما اذا فحتنا او عملنا حاجات بحيث نستخرج المية اللي تحت ونطلعها فوق يبقى اسمها ماء الايه؟ البئر. كده كم نوع من انواع المية دلوقتي؟ البحر ها والنهر ها والعين ها، ادي اربعة. تعالى للسماء بقى. ماء السماء وهو المطر، ماء الثلج السحب دي الله تبارك وتعالى امرها ان تمطر، فجي سيدنا ها ميكائيل خبطها فتقاطر الثلج فنزل في الارض اسمه ماء الثلج. ذاب اسمه ماء البرد. فهمتوها؟ بعضهم قال ان ماء البرد ده الندى بس يكون كتير. يجمع هذه الانواع السبعة قولهم ما نزل من السماء ثلاثة وما نبع من الارض كم ها؟ ولا يوجد اي نوع من انواع المياه تاني. ماء الترعة ما هو ده جزء من النهر. فهمتوها؟ ماء محلى ما هو في الاصل ماء ايه ها؟ ماء بحر. طيب ايه الدليل على ان المياه هي آلام من أدوات الطهارة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح له بعض الصيادين أو بعض من يركبون السفن، وده أول حديث في مسند الإمام الشافعي، قالوا له إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. معنى الكلام إذا توضأنا به مش هنعرف نشرب، وإذا شربنا مش هنعرف نتوضأ. طب نتيمم؟ فقالوا له بقى أنا توضأ بماء البحر. قال لهم ها هو الإيه ها؟ الطهور ماؤه الحل ميتته. أدي دليله على إن المية ها تجوز إن إحنا نتوضأ بها. في دليل تاني، راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس كده قاعد، فجاء أعرابي كان كافر وراح تبول في المسجد النبوي الشريف. طبعا مسجد النبوي الشريف مش بلاط ساعتها، ده كان أرض عادية. فلما تبول الصحابة همت تقوم عليه تمنعه أو تضربه أو تطرده بره، فسيدنا النبي قال لهم سيبوه. ليه تتركوه؟ لأن هو بيتبول، لو احنا جرينا وراه هيجري كده، يبقى هيعمل ايه؟ هينجس بقعة كبيرة من أرض الجامع. لكن لما نتركه يتبول هيتبول في نص متر، بقعة واحدة وخلاص. وسيدنا النبي برضه يعني مش عايز ان الصحابة تقوم تضربه وتأذيه. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، هاتوا لي جرد المية، ادي الذنوب جرد المية، وادلقوه على ايه ها؟ على مكان النجاسة تبقى الارض طهرة. شفت فكر النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى؟ سيبوه اضربوه، وماله ما تضربوه، بس لما نضربه ايه اللي يحصل؟ ها هيجري يمين ويجري شمال ويروح هنا ويروح هنا وتبقى الدنيا باظت. طب ايه الحل بقى؟ سيبه تبول في بقعة بكل بساطة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل رحمة وكل فكر عالي، هاتوا جرد المية وادلقوه على الأرض النجسة صارت طاهرة وقدرنا نلم الموضوع. فلو كان أدي الاستنتاج أهو بقى، فلو كان هناك آلة من أدوات الطهارة غير الماء لكان أمر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. هاتولنا بنزيم، مفيش بنزيم. هاتولنا جاز، ما ينفعش، عشان كده قال هاتوا ايه ها؟ هاتوا ميه. شفت الفقهاء عملوا ايه؟ شفت مولانا الرسول بيفكر ازاي صلى الله عليه وسلم؟ طيب نقرا المتن من باب البركه. والمياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء الايه ها؟ البرد. بعد كده سيدنا الشيخ هيدخل على أقسام المياه، يعني المياه السبعة دول هتتقسم إلى خمس أنواع، خمس أقسام، كل قسم له حكم فقهي. وصلى الله على سيدنا
الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضه كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله